حوالي هذه الأربعة هناك منهج آخر حاول جملة من المفسرين أن ينتهجوه، ولكنهم وفقوا أم لم يوفقوا ذاك بحث آخر. الآن أنا لا أريد أن أتكلم في أن المفسر الكذائي وفق في هذا المنهج أو لم يوفق، وإنما حديثي في بيان الأصول النظرية لهذه المناهج. هذا المنهج هو الذي يحاول أن يفهم القرآن من خلال نفس القرآن، لأن القرآن الكريم لا يمكن لهؤلاء، يقولون يعني أصحاب هذا المنهج والحق معهم، لا يمكن للقرآن أن يكون بيانا لكل شيء ولا يمكن ولا يكون بيانا لنفسه. كيف يعقل ذلك؟ القرآن الذي عبر عن نفسه بأنه نور، وعبر عن نفسه بأنه بيان، وعبر عن نفسه بأنه تبيان، وعشرات من هذه مرادفات هذه الألفاظ والمفاهيم وردت في القرآن الكريم. وأنتم تعلمون نحن عندما نرجع إلى معنى النور نجد أنه في اللغة يقال النور يعني الذي هو ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. أنت انظر أيها المشاهد الكريم، أنت عندما يكون أمامك نور في مكان مظلم، هذا النور هو بنفسه ظاهر، لا فقط يظهر نفسه وإنما يظهر غيره أيضا. عندما يقول القرآن الكريم عن نفسه بأنه تبيان، عندما يقول عن نفسه بأنه بيان، كيف يعقل أن يكون الشيء بيانا لكل شيء، وأن يكون تبيانا لكل شيء، وأن يكون نورا ولكنه بالنسبة إليه يكون ظلمة، لا يفسر نفسه، لا يمكن أن نستمد منه لفهمه مباشرة. لذا تجدون أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكذلك في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبالخصوص الإمام أمير المؤمنين أشاروا إلى هذه الحقيقة. من الروايات الواردة في هذا المجال هذه الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: إن القرآن ليصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض. إذا كان القرآن يصدق بعضه بعضا، إذا يكون بعضه شاهدا على بعض ويكون مصدقا بعضه بعضا. هذه الرواية وردت في كنز العمال الحديث رقم 2861، وكذلك ما ورد في نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه، وبيت لا تهزم أركانه، وعز لا تهزم أعوانه، إلى أن قال عليه أفضل الصلاة والسلام: كتاب الله تبصرون به. لا بد إذا أردتم أن تبصروا هو النور الذي تبصرون به الأشياء، كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به. لماذا نفعل ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض. وهذه نقطة أساسية، وهو المنهج الذي حاول أصحاب هذا المنهج وهو المنهج الخامس أن يستعينوا به لفهم القرآن الكريم، لأن القرآن هو يفسر بعضه بعضا، هو يشهد بعضه على بعض، هو يصدق بعضه بعضا. ثم قال: ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المنهج الخامس يحاول أن يستند إلى نفس القرآن الكريم لفهم القرآن الكريم. ما هو الدليل على هذا؟ طبعا كما اتضح لنا بأنه أساسا أهل البيت وعلى رأسهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأنه هو أساس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا،
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أشاروا إلى هذه الحقيقة، ولكن لو أردنا أن نقيم عليها دليلا، طبعا إن صح هذا هو الدليل الروائي لإثبات هذا المنهج، لو سألنا سائل هل يوجد هناك دليل قرآني لإثبات هذا المنهج أو لا يوجد؟ في الواقع أنه نعم يوجد، وأشار إليه العلماء في كتبهم، منهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. السيد الطباطبائي في تفسيره بعد أن يذكر ذلك المنهج الأول الذي أشرنا إليه، قلنا أن المناهج السابقة كلها مشتركة في ذلك وهو المنهج التطبيقي، يقول غير أن القرآن لا يرتضيها، ذلك المنهج لا يرتضيه القرآن. لذا هو في المجلد الأول صفحة 8، المجلد الأول من تفسير الميزان، يقول وأنت بالتأمل في جميع هذه المسالك المنقولة في التفسير تجد أن الجميع مشترك في نقص، وهو تحميل ما أنتجته الأبحاث العلمية والفلسفية من خارج على مداليل الآيات، فتبدل به التفسير تطبيقا وسميت به التطبيق تفسيرا وصارت بذلك إلى آخره. إذن ما هو المنهج الذي يعتقده؟ يقول لا، هناك منهج آخر وهو منهج تفسير القرآن بالقرآن، يقول أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن. يقول إذا أردنا أن نفهم الآية لابد أن نرجع إلى نفس القرآن. القرآن عندما يقول عرش، عندما يقول قلم، عندما يقول كرسي، عندما يقول خليفة، لا ينبغي إذا سمعنا أن القرآن يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، نرجع إلى كتب الكلام وإلى الأحاديث فقط لنفهم معنى الخليفة. لا ينبغي أن نرجع إلى نفس القرآن لنستفهم منه ماذا تقصد من الخليفة، وما هي الخلافة في القرآن. هل الخلافة في القرآن هي الخلافة السياسية، أو أن الخلافة في القرآن هي خلافة عن الله سبحانه وتعالى، خلافة أسمائية كما اصطلحنا عليها في أبحاث أخرى. المهم يقول لابد أن نرجع إلى نفس القرآن. لماذا؟ لأن القرآن أمرنا بالتدبر فيه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال ونشخص المصاديق ونتعرفها بالخواص كما قال تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه. وقال تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كما ورد في سورة البقرة، وقال إنا أنزلنا إليكم نورا مبينا. وكيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقان ونور ونورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجون ولا يكفيهم في احتياجهم إليه وهو أشد الاحتياج؟ والقرآن الكريم يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. استفادة لطيفة يستفيدها السيد الطباطبائي من ذيل هذه الآية أو في هذه الآية المباركة، يقول وأي جهاد أعظم من بذل الجهد في فهم كتاب الله. البعض يتصور عندما يسمع الجهاد ذهنه يذهب إلى الجهاد البدني، إلى الجهاد في سوح الحروب. لا لا، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول وأي جهاد أعظم من بذل الجهد في فهم كتاب الله. والقرآن الكريم يقول والذين جاهدوا فينا، فيشمل هذا الجهاد أيضا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الدليل الأول القرآني الذي يثبت هذه الحقيقة أن القرآن يصف نفسه بأنه نور وأنه هدى وأنه فرقان، فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن يكون كذلك لكل شيء ولا يكون هدى ونور لنفسه. هذا هو الدليل.